تفضل الشيخ. الله يحفظكم. فيها نقطة مهمة شيخ هيثم، أنت تتفق معي لا شك، وكل من يذهب إلى هذه الديار، ليس المهم أن يسلم من يسلم من أهل تلك الديار، أهم شيء المتابعة لهؤلاء الذين ابتدعوا، المتابعة في تعليمهم دينهم وأساسيات هذا الدين من عقيدة وما يجب عليهم من العبادات والحلال. هذه أمور تحتاج إلى دورات علمية للدعاء، ودورات علمية فيها هم يوكلوا بالتواصل والتعامل مع هؤلاء الناس. هذا أمر مهم جدا، إضافة إلى ما في الحديث الشيخ، لو قاطعتك الله يرحم والديك، في الحديث الشيخ في حديث معاذ رضي الله عنه قال ليكن أول ما تدعوهم إليك فإنهم ما أجابوك فأعلمهم، يعني هذا معناه أنه جالس الله يعني ما غير منتقل، يعني ما يبقى ثلاثة أيام ويمشي وكذا. نعم، وبفضل الله وفق الله عز وجل عدد من الإخوة إقامة دورات للدعاء، تطوير الدعاء، دورات أيضا في الذين يتواصلون مع القرى أيضا، حتى يجعل لهم برنامج يذهبون القرية 5 أيام بالأسبوع، 400 ما شاء الله، أحيانا يومين يجلسون معهم يعني النهار كله ما شاء. أيضا أقيمت دورات خاصة لكل من اهتدى في القرية، جمع في أماكن ويوم كامل وهي لهم ما يتيسر من الطعام، وتعلموا الفاتحة وبعض الأساسيات مما لا بد منه. الشاهد يعني المتابعة لا بد منها. صحيح. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. آمين. وأن يثبتنا وياهم. آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. جدا يعني الله يجزاه خير. والله إحنا أسعد يا دكتور. الله يجزاه خير. الله يبارك فيك. يجعلكم بارك. حفظكم الله. الله يبارك فيك.